اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بيكم طبعا في الصحافه التحليليه في بلاط صاحبه الجلاله، وقفه تحليليه نشوف فيها اخر المستجدات على الساحه المحليه وما صدر عن الصحافه القوميه والخاصه. خلينا نشوف ونرحب الاول بضيفنا الكريم استاذ خالد العيسوي عبر الهاتف، الكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط. برحب بيك استاذ خالد. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا فندم، صباح الخير عليك. الله يخليك استاذ خالد. خلينا نبتدي مباشره من الاهرام ونشوف منها كاتبه السيسي. طبعا الرئيس السيسي بيتابع اخر المستجدات وبيتابع استعدادات عيد الاضحى المبارك وتوفير السلع باسعار مناسبه وطوارئ في اجهزه الدوله بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ خالد. وانت طيب وكل المصريين والامه الاسلاميه العربيه كلهم بخير، وعيد سعيد علينا وعلى كل الدنيا ان شاء الله باذن الله. طبعا هذا الاجتماع الذي قام به الرئيس السيسي بالامس وضم عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي بيؤكد باستمرار على ضروره متابعه الاجواء اول باول والاستعدادات لكل المواسم، وهذا شيء طبيعي وشيء وارد تقوم به الدولة. ربما الرئيس بالأمس كان حريص كل الحرص على توفير السلع الأساسية، خصوصا نحن في عيد أضحى، ويعرف أن عيد الأضحى يستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية خصوصا اللحوم وغير ذلك من المواد الغذائية. وكانت الدولة يعني بتحاول باستمرار أن هي تكون على يعني قدر المسؤولية في مثل هذه الأحداث، وبالتأكيد قيام وزارة التموين ووزارة الأوقاف بالأمس بتوقيع بروتوكول بينهم لتوفير السلع للأسر الغير قادرة وتوزيعها إلى ديارهم خلال أيام العيد، وخصوصا منذ يعني بداية من اليوم الأول. ده يؤكد على حرص الدولة على توفير مثل هذه السلع الرئيسية واللحوم في مثل هذه المناسبة الجليلة. وقيام الوزارتين يعني هكذا بروتوكول بيؤكد التنسيق بين الوزارات. كان الرئيس يعني على دراية بمثل هذه التنسيقات، وكان اللقاء بالأمس الذي ضم هؤلاء الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة وقد عدد كبير من الوزراء ومدير المخابرات العامة والحربية يؤكد على الوقوف على كل يعني المستجدات وكل الأحداث وكيف كانت يعني تكون المستجدات، وهنا هي الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمواجهة العيد ومواجهة ما يطرأ من أحداث داخل الدولة في خلال هذه الفترة. الطوارئ في أجهزة الدولة كما تعلم زميلي العزيز، الطوارئ في أجهزة الدولة تمثل أيضا حجر زاوية في المناسبات، وخصوصا نتعلم أن يعني المصريين يعني دائما يخرجون في الأعياد ويستمتعون بأجواء العيد، فيجب أن يكون هناك خطة أمنية لهذا الخروج وهذه الاحتفالات. وبيعتقد أنه في إطار هذا الاجتماع أيضا نوقشت الخطة الأمنية الموضوعة وكيف سيكون التنسيق بين قوات الأمن وقوات الجيش لمواجهة أي محاولات لتعكير صف الأعياد خلال العيد الأضحى المبارك. فكل عام وعلى كل المصريين وكل الأمة الإسلامية العربية بخير. يا رب دايما ان شاء الله الخير يا عم مصر وكل الدول الاسلاميه. طيب خلينا نروح برضه لجريده مصر اليوم استاذ خالد ونشوف بشائر الخير. النيل بيسجل اعلى منسوب ليه منذ 100 عام وتحذيرات من فيضانات خطيره في السودان ومصادر لن تؤثر على السد العالي اطلاقا. بالتاكيد يعني كان منذ يعني الامس واول الامس الاول كانت هناك فيضانات يعني غزيره في الشقيقه دوله السودان، وربما يعني كما يقول المثل يعني رب ذرة نافعة، لكن طبعا نحن لا نرغب في ضرر لكل الإخوة الأشقاء سواء في أفريقيا أو العالم العربي، لكن هذه هي الطبيعة التي ربما تقوم هي بالتعبير عن نفسها. وكما تعلم أن السودان دولة من دول يعني النيل ولها أيضا قطاع كبير في النيل، ربما الفيضانات التي حدثت فيها يعني مؤخرا ستكون في النيل المصري فتصل إلى بحيرة مصر خلال الفترة المقبلة، وده يؤدي إلى ارتفاع منسوب النيل في فترة يعني ربما نحن في فصل الصيف وليس في فصل الشتاء، وظهور مثل هذا الارتفاع في المنسوب يؤكد أن هناك بشائر للخير خصوصا في ظل التخوفات من قلة منسوب المياه وقلة يعني أو قيام دولة أثيوبيا ببناء السدود ومما يؤثر على النيل. لكن يعني كما تعلم أن يعني
دائما الطبيعة وتعلم جيدا أن الله يحفظ مصر وشعبها، فتأتي هذه الفيضانات في السودان لتكون مصدر خير ومصدر مياه جديد للنيل المصري، وبالتالي نستطيع أن نخزن مثل هذه الفيضانات في بحيرة ناصر ويتم استغلالها واستفادة منها في الفترة القادمة، سواء في المياه أو في الزراعة أو في غير ذلك من الإجراءات. أنا أعتقد أنه وجود مثل هذه السيول في السودان يعني هيؤدي بشكل واضح وصريح إلى ارتفاع في منسوب المياه في عدد من المحطات المصرية، خصوصا في منطقة توشكا وغير ذلك من المناطق التي تحتاج إلى المياه للزراعة، ونستطيع أن نستغل مثل هذه الأحداث في قيام زراعة حقيقية وتوفير المياه للمناطق الزراعية التي تقوم بها الدولة وأيضا يقوم بها الشعب المصري. طيب خلينا نروح للاخبار برضه استاذ خالد، ونشوف الرئيس طبعا بنت كبير والعنوان الرئيس للامام الاكبر فضيله الامام دكتور احمد الطيب، مسؤوليه الازهر كبيره في تجديد الخطاب الديني ومواجهه التطرف بشتى الطرق الممكنه. طبعا هي مسؤوليه كبيره جدا بتقع طبعا على الازهر الشريف في الحقيقه، طبعا حتى يعني ما بين التطرف اللي احنا شايفينه والمعلومات المغلوطه وما بين حتى الفتاوى المغلوطه للاسف بيبنى عليها حاجات مخالفه للشرع والدين، واحنا شايفين مشكله كبيره جدا في موضوع المواريث الاخيره يا استاذ خالد. بالتأكيد يعني دائما وأبدا الرئيس حريص على التواصل مع المنارة الفكر الإسلامي المقدس في العالم، وهي منارة الأزهر الشريف، وخلينا أقول لك أنه ده مش أول مرة هذا اللقاء، لكن هي لقاءات متكررة. الرئيس باستمرار يحاول يطمن بالمفهوم البلدي كده، يحاول يطمن على الاستراتيجية التي وضعتها مشيخة الأزهر لتجديد الخطاب الديني. وكما تعلم الرئيس منذ أن جاء ومنذ اليوم الأول وأكد على ضرورة تجديد الخطاب الديني والعمل على وضع آليات لتجديد تحديد الخطاب الديني وتجديده والعمل مع كيفية التعامل مع هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة بنفس أسلوبها، كما هي تبث سمومها لدى الشباب بأفكار متطرفة وأفكار غير حقيقية عن عدالة الإسلام واعتدال الإسلام الدين الإسلامي. أيضا هنا دور على الأزهر الشريف أن يواجه مثل هذه الطرق ومثل هذه الآليات آليات حديثة، وأن يواكب العصر ويواكب الأفكار المطروحة لدى الشباب الآن، ويوضح يعني مدى اعتدال الدين الإسلامي، وأن أفكار الدين الإسلامي ومبادئه وأسسه بعيدة تماما كل البعد عن هذه الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى القتل والشنق والذبح وغير ذلك من الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها داعش وأخواتها في محيط الوطن العربي. وبالتالي الرئيس يعني باستمرار يتواصل مع يعني فضيلة الإمام الأكبر لمعرفة ما هي آخر التطورات. كانت منذ كما أشرت حضرتك يعني الأسابيع الماضية كانت هناك حالة من الجدل لدى الشارع العربي، ليس الشارع المصري أو الشارع التونسي لكن هو الشارع العربي بشكل عام، حول يعني بعض الأقاويل هنا وهناك. وكان المؤزهر أيضا له الموقف الواضح والصريح وطلع بيان وقال أنه لا يعني مجال للتدويل أو التأويل أو التشكيك أو التجديس أو أي غير ذلك في الأسس والمبادئ الثابتة للدين الإسلامي، ومن بينها الزواج ومن بينها المواريث. وبالتالي أنا أعتقد أن احنا كعالم عربي وعالم إسلامي ننظر إلى الأزهر بأنه ليس هو ملك المصريين فقط، ولكنه هو ملك كل المسلمين في بقاع الأرض. أنا أقول لحضرتك أنه الأزهر بيقوم بدور كبير للغاية في المجتمعات الأوروبية والغربية، وكانت هناك جولات وزيارات متعددة لفضيلة الشيخ إمام الأكبر إلى الدول الأوروبية، وكان مؤخرا في ألمانيا وفي أستراليا وغير ذلك من البلدان الأوروبية التي توجد فيها يعني قطاعات كبيرة من العالم الإسلامي. كيف كانت كلماته لا تؤكد أن الدين الإسلامي هو دين السماحة ودين الاعتدال، وأن التطرف والإرهاب الذي يحدث في المجتمعات الأوروبية والغربية ويحاول أن يلصقوه بالإسلام براء الإسلام منه، والدين الإسلامي بريء من كل هذه العمليات الإرهابية. وبالتالي إحنا النهاردة بنعول على دور الأزهر الشريف ونحاول أن ندعمه ونحافظ معه ونؤكد على دوره المحوري في مواجهة الفكر المتطرف وفي مواجهة الجماعات الإرهابية، لأنه إلى جانب الآلة العسكرية للتواجه والأمنية للتواجه تلك الجماعات الإرهابية والعمل على استباب الأمن وإجهاض كل
العمليات الإرهابية، هناك أيضا آلة أخرى لا تقل أهمية بل هي أكثر أهمية، وهي الآلة الفكرية والآلة يعني آلة الأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تحاول لديه تلك الجماعات أن تستهم في قطاعات التكنولوجيا ودخولها في الشباب في أفكار الشباب. لكن أعتقد أن الأزهر خلال الفترة الأخيرة حاول جاهدا أن يقوم بهذا الدور، وأعتقد أن كل الدعم موجود من القيادة المصرية، وأعتقد أيضا من القيادة العربية والإسلامية أيضا كل الدعم لمشيخة الأزهر للقيام بهذا الدور، لأنه دور محوري ولن يقبل القسمة على اثنين، ولن يستطيع أحد أن يتخلى عن هذا الدور. أيضا دور الكنيسة المصرية وهي أيضا لها الدور في طرح الأفكار التي تدعو إلى السلام، تدعو إلى الاعتدال، وتبعد عن كل أنواع التطرف والطائفية. كل هذا يأتي تحت إطار دعم الدولة لمواجهة الإرهاب في كل قطاعات العالم. طيب خلينا ناخد الخبر الاخير يا استاذ خالد عشان الوقت بيداهمنا، من الجمهوريه وطبعا المنشط الرئيسي اللي فيها ويكيليكس بتضيف وثيقه جديده لصحيفه سوابق تميم، وقطر خصصت عشرات الملايين لنشر الفوضى وانتجت فيلما عن سرقه الاعضاء لضرب السياحه، وشكوى جديده للامم المتحده ضد الدوحه بسبب منع مواطنيها من الحج. وشايفين طبعا البحرين لسه كانت بتضيع فيلم عن أكاديمية التغيير اللي موجودة في قطر، بكل أسف طبعا هذه الأكاديمية اللي بتسعى لتخريب الدول الإسلامية منذ عام 2011، الأكاديمية دي طبعا مقرها الرئيسي لندن وفي فرع منها موجود في الدوحة. بالتأكيد يعني يوما بعد يوم بتكتشف الحقائق وتكتشف كيف تقوم الإدارة القطرية بإدارة الأزمة الراهنة مع الدول التي تدعو إلى مكافحة الإرهاب، وكيف أيضا تظهر قطر على حقيقتها وأمام العالم. ليس أمام العالم الآن إلا مواجهة قطر في هذا التعنت وفي هذا الإرهاب الذي تحاول أن تنشره في بقاع الأرض. خليني أقول لحضرتك أنه لما تقوم المملكة العربية السعودية بتوفيت الفرصة على قطر وزعيمها وقائدها ورئيسها وإلى خلافه وكل الحكومة القطرية، وتدعو الحجاج القطريين إلى الدخول إلى المملكة العربية السعودية، بل وتقوم بإرسال الطائرات إلى مطار الدوحة لنقل الحجاج القطريين، وتأتي بعد ذلك الحكومة القطرية وأمير قطر يمنع إعطاء تصريح لدخول الطائرات إلى مطار الدوحة، ده يؤكد بأنه لديه فكرة ولديه استراتيجية تدعو إلى العناد ومزيد من الإرهاب، ولا يرغب في تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولا يرغب في تهدئة الأجواء مع لو بيغلط الدين بالسياسة برضه أستاذ خالد. بالتأكيد يعني هو استغل الفرصة، لكن أنا بقول لحضرتك شوف إحنا يعني إزاي العاهل السعودي قدر إن هو يفوت الفرصة عليه وبعث وأحرجه قدام العالم، لكن أيضا نظرا لأنه يتعنت ويتخذ من التعنت مسارا لي في حل أزمته، يكشف أمام العالم بأنه هو الذي رفض خروج الحجاج إلى أداء مناسك الحج، وربط الأزمة السياسية بأزمة دينية، وحاول في البداية أن يستغل هذه الأزمة في الترويج في العالم بأن المملكة العربية السعودية تمنع أداء المسلمين من فريضة الحج، لكن للأسف هو كشف نفسه أكثر قدام الناس لما رفض إدخال الطائرات. كل يعني الشواهد كل الأمور أمامنا الآن بتتكتشف وتتضح أن أمير قطر يعني ما زال يركب قطار التعنت ولا يرغب في حل الأزمة السلمية في الوقت اللي تدعو فيه الدول التي تكافح الإرهاب بضرورة الحوار والدعوة إلى الحوار، وأن تتبنى قطر سياسة الحوار وتبتعد عن تمويل الإرهاب. ما زالت قطر تصر على تمويل الجماعات الإرهابية وتقوم بتمويل بعض المؤسسات في بريطانيا وغيرها من الدول تحت ذريعة حقوق الإنسان وتحت ذريعة الأعمال الخيرية، وهي في حقيقة الأمر تمول هذه الجماعات وتقوم بشن الحملات الإعلامية والصحفية على الدول التي تكافح الإرهاب. وبالتالي نحن أمام أزمة أخلاقية في المقام الأول قبل أن تكون أزمة سياسية أو أزمة بين الدول، هي أزمة أخلاقية في أخلاق هذا الأمير الذي اعتلى قطر وهو لا يعلم مدى
يعني أين سيأخذ هذا الطريق؟ يعني سيصل بيل فين ويستمر فيه لحد إمتى طبعا؟ بشكرك جدا أستاذ خالد على مشاركتك لينا لتحليل الصحافة التحليلية عبر الهاتف. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد. في الحقيقة مشاهدينا الكرام يعني في الختام عايزين نقدم التهنئة لإخواتنا المسيحيين طبعا بمناسبة مولد السيدة العذراء. في الحقيقة كمان يعني المسلمين والمسيحيين الكل في الحقيقة يعني ليه حب وليه خصوصية جدا في الاحتفال بهذا المولد الخاص بالاحتفال بالسيدة العذراء في ميلادها. في الحقيقة طبعا كل التهنئة لإخواتنا المسيحيين وكمان المسلمين بهذه المناسبة العطرة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. غدا بإذن الله فريق عمل جديد من برنامج هذا الصباح. ابقوا معنا دائما على شاشة النيل. إلى اللقاء.